ترأس غبطة البطريرك بير باتيس سابت سبالا بطريرك القدس للاتين قداسا احتفاليا في كنيسة مركز سيدة السلام طريق المطار بعمان بمناسبة رسامة 3 كهنة جدد. المزيد في سياق التقرير التالي. ابتهجت البطريركية اللاتينية بالرسامة الكهنوتية لثلاثة شمامسة من المعهد الإكليريكي البطريركي، وهم الأب رامز طوال من رعية يوحنا المعمدان في مادبا، والأب وجدي سهاونا من رعية مار يوسف في المفرق، والأب لويس سلمان من رعية قلب يسوع في تلاع العلي. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه بطريرك القدس للاتين بير باتيستا بيتسابيلا، وذلك في كنيسة الراعي الصالح في عمان بمشاركة البطريرك فؤاد طوال ورئيس أساقفة أبرشية تونس المطران إيلاريو والنائب البطريركي للاتين في عمان المطران ويليام الشوملي والمطران بولس ماركوتسو والمطران سليم الصايغ. كما شارك في القداس الرئيس الجديد للمعهد الكليريكي في بيت جالا الأب برنارد بوجي والأب فرانسيس شاهين إشبينا للشماس وجدي والأب جهاد شويحات إشبينا للشماس رامز والأب بشار فواضلة إشبينا للشماس لويس. ولفيف من الكهنة والشمامسة وحضور حشد من الراهبات وأهل الكهنة الجدد والمؤمنين فيما قدم شروحات القداس الأب مروان حسان مع ترانيم جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة فارس عباسي ونتلي سمعان. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس قدم رئيس المعهد المترشحين لنيل الرسامات الكهنوتية لغبطة البطريرك مؤكدا بأنهم أهل لدرجة الكهنوت المقدس. من بعدها ألقى البطريرك بيتسابيلا عظة تناولت حوار السيد المسيح مع بطرس وخاطب غبطته المرتسمين الجدد قائلا: سترافقكم الكنيسة كلها في هذه المغامرة الرائعة التي هي خدمة المسيح في الكنيسة ككهنة أعزاء له. مبروك لكم جميعا وتحية خاصة لعائلاتكم الذين يحتفلون بالرب ويسبحونه على هذه الهدية العظيمة التي وضعت اليوم بين أيديكم. وبعد العظة أعلن الشمامسة عن رغبتهم لنيل سر الكهنوت المقدس لترفع من بعدها الكنيسة الأرضية طلبة القديسين كتعبير عن اتحادها مع الكنيسة السماوية حول الكهنة الجدد المستلقين أمام مذبح الرب. من ثم وضع البطريرك والأساقفة والكهنة أيديهم على رؤوس المتقدمين لسر الكهنوت، وهي العلامة المعتمدة في الكتاب المقدس منذ بدء الكنيسة لطلب حلول نعمة الروح القدس. ومن بعد الصلاة ارتدى الشمامسة حللهم الكهنوتية ليمسحهم البطريرك بزيت الميرون المقدس. كما سلم غبطته الكأس والخبز إليهم لتعلو من بعدها أصوات التصفيق والزغاريد والابتهاج لولادة كهنة جدد. وخلال لقاء نورسات مع الكهنة وذويهم عبروا عن فرحتهم بهذا اليوم المبارك وقالوا: فرحة كثير كبيرة لإلنا هاي، بالفعل ربنا لسه عم بيشتغل ولسه حاضر بيناتنا وبيعطينا دائما فرح جديد. شكرا لكم. شكرا. طبعا شعوري لا يوصف، ما بقدر أوصف شعوري هذا اللي كنت أستناه من 6 سنين، والحمد لله نشكر الله أبونا رامز، نشكر الله تمم رسالته والحمد لله. شعوري بأنه ربنا أعطاني أشياء كثيرة وأخيرا قدرت أرجع له إشي صغير اللي هو ابني
إن شاء الله يا رب. أولاً شعوري هو رهبة ممزوجة بالفرح إنه أنا مقبل على خدمة كثير مقدسة وكثير مهمة. إن شاء الله بنعمة ربنا بكون أنا وإخواني الكهنة الجدد قدها. بهدي هذا الكهنوت لروح أبونا إبراهيم حجازين، هو الخوري اللي رافقني في بدايتي وعرفني على المسيح أكثر وخلاني أحب إني أتكرس له، فالله يرحم روحه وإن شاء الله نلتقي بعدين معاه بالسماء كلنا. راح شعور لا يمكن وصفه بكلمات، لأنه فعلا نعمة تفوق كل إحساس وكل إدراك، نعمة لا يمكن وصفها صراحة. يعني بشكر الله على هاي النعمة، هو شعور شكر امتنان لربنا، وفعلا إنه إلهنا عظيم اللي بيشاركنا في كهنوته وفي خدمته، وشكرا لكم.